صباحو، كيفكن؟ شو الأخبار؟ ليكو ما رح أعيدكن لبين ما أترتب، أوكي؟ لأنه يعني بدي أعيدكن وأنا عم بعمل ميك اب، عامل شعر، لابسة فستان، يعني عامل عندي لوك قوي. بس هلأ مرقولي إنه لأنه بدي أخذكم معي بأول يوم العيد، بس ممكن أقلكم كل عام وأنتم بألف خير وإن شاء الله يا رب ينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية وتتحقق اللي بدكن إياه وتكونوا مع عائلتكن وحبايبكن. ما رح أعيدكم، بعد شوي بعيدكم. المهم سالو رايقة معي لدرجة إذا حدا بقول لي قد عمرك بقول له أنت عمري. سو عم بشرب ماي كوفي بالتخت. رامي قال إنه اتس ويرد إنه واحد بشرب قهوته بتخته. قال لي أنت أول إنسان بشوفه بشرب قهوته بتخته، بس أنا بحب أشرب قهوتي بتختي. هيك بفيق بقعد على الموبايل وبشرب قهوة بعدين بقوم. المهم يوم عيد يا الله سيلو. والله يا تيتا ما رح زعلك اليوم، اليوم عيد واذا انت بدك سلو بيجيكي سلو، ما بدك سلو بس تبعتي لي مسج قولي لي ستوب صرعتينا نارين خلص يعني عدي كني. سو هلا رح نعمل، غسلت وشي، تحممت حمام جسمي بدون شعري لانه امبارح حممت شعري. راح نعمل سكين كير العيد، سو راح نستخدم هذا التونر من ايزيل. بصراحه اغرمت فيه، اغرمت فيه يعني بشرتي عليه. Girl, رح اعطيكي عيديه اليوم. مين في اكبر مني؟ انا في شيرو، جلال، رامي، بيتر، ماما، خمسه، وانتي في انا وهنن. شيرين ما حتعطي لحدة. تك شيرين هي اصغر شيء. ما بتعطي لحدة. هي اوريدي بخيلة. اوكي بعد التونر رح احط هاد المرطب من ذا بودي شوب اللي هو فيه فيتامين سي لانه بيعمل نضارة حلوة للبشرة، وهذا بيجي انتنس يعني الفيتامين سي كتير انتنس جواته. سو ليك سيليب او مون ديور. ها اوكي يا بنات قولوا لي اليوم شو عاملين على العيد؟ بتعرفوا نحن ما عندنا بلان، يعني هلا رح نعمل بلان. اوكي هلا خلصنا مرتب الوش ورح نحط سيروم العين. سدرا انت ما شفتي انه اي شارين كنا هلا عم نقول انه قديش رح تعيدينا. أنا؟ إيه. هاد كتكوت شو؟ ما رح تعيدينا؟ سلو سلو حبيبي. اوكي قررت قبل الميك اب اعمل شعري، سو عم لفه بالدايسون وعم القطه مشان يضاين معي طول اليوم. سو عملت الغره اوريدي وربطتها. هلا ما بدي اسرعكم وفرجيكم صوت السشوار، بس رح فرجيكم كيف عم لفه. اوكي جاهزون؟ بعدين شوف التريك، بس حبة مشان تصير هيك من فوق، بعدين هوا بارد اعتمدوا هاي الخدعة. اوكي انا تعلمتها من وحدة على التيك توك وبصراحة فنانة. سو هلا رح نعمل هيك اوكي رح نرجع نجرب لحتى تشوفوا الخدعة نظامي. سو اذا انتو شعركم صعب كتير ينلف او انه بينلف بس بينزل لسه بتكوني ما مخلصة شعرك، سو بتلفي الخطلة على الشعر هيك كم ثانية بعدين بتسحبي بحيث الشعر يلتم هون ويصير هيك يبرم على حاله هيك، بعدين هو بارد شوفوا كيف هون هيك بكل بساطة. وهي تجربة يعني عن خبرة انه بيضاين معكم طول اليوم. تارا
رايقة معي لدرجة إذا حدا بيقول لي قد عمرك بقول له أنت عمري. سو هي هي لبسة العيد كشخة ولا مو كشخة؟ مرة نار. سو لبست هذا الفستان التيفاني وعليه هاي الحجرات الحلوة ولبسة معه هيلز هيك نفس اللون تقريبا وحتى بس هي حتى حلق بيرل عاملة فيها إنه هيك إنه الستايل الكلاس يعني كتير يعني شقات كلاس كتير كلاس. سو خبروني شو رأيكم بلبسة العيد هذا رح نستنى البنات رح نستنى الكل حتى تفرجيكم أوتفيتس الكل باليوم هلا لسه ما عنا بلان هلا كنا نحن نروح على مدينة الملاهي لما نحن صغار بس I don't think نقدر نروح على مدينة الملاهي هنا كتير زحمة. سو خبروني شو رأيكم. اوكي جايز سو اجى عنا اول ضيف للعيد واللي هو بيتر. بيتر بيتر لابس لبس العيد انت لابسه انت لابسه العيد ماشي نشوف مقارنه باللي انت لابسه انت لابسه. اوكي تعال نشوف لبسك العيد عمل لي لفه. طب انا مش عايز ابين لك ايه معلش مو مبين ها اهو هي لفه من قدام مش لازم. واو وايت بانس وهيك ما شاء الله يا ارض احفظي ما عليكي لك شكله هون في كتير مصاري. بص ساري مين اللي قبل ييه وحده وقحه حيوان انا جبتها جلال يلا. طب ليش لازم نستنى جلال لناخد عيديه؟ شيرو قال لي انا اخد عيديته واعطيه والله. يلا هلا واقفين بالدور من الاكبر للصغير. جلال الاكبر جلال الاكبر. طب احنا الله يوفقك عمو خلات يعني حتعطيني اخضر نحن ما بنستلم الا اخضر. انا اخضر دولار اللي مش عاجبه دولار حبيبي دولار دولار هات الدولار اللي مش عاجبه رجع يا اختي مش عاجبك ما تديش هتعطيني لو مش عاجبك ما تديش بالجنيه المصري يا حبيبتي. زلونا زلونا بهالعيد شوف مثل النور قاعدين هون عم نستنى ناخذ درهمين وانت قاعده عم تلف عم بلف جلال بليز جلال جي 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 يلا اجا اجا خلص اجا خذ الدور. انا اول شيء لا لا خلاص لسه ما لبست لبس العيد. اوكي صدرة تعالي بس ثانية يلا صدرة في النص جلال. طب ليش انا اخر وحده؟ عشان الصغيرة. يلا وقف ماما قدام الشيء تعال انت انت ما خلاص خلص لا تفشي لا تفشي ها ما عندي ارتك. واو معنا مصاري والله بس يعني يعني مصاري معنا حبايبين احنا زناجيل وقفي هون لك اسكتي يلا بعدو 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 اتفرج عليكم تمام تقليدية يا جماعة رجعوا لورا رجعوا ليش عم تدفشوا لك ليش عم ترجع لورا؟ مش فايز لك ما تدفشي ما تدفشوني لورا تدفشوني طبعا انا اول واحد اها انا فرح اخوي هاي بيقدر بس عم يعطينا العيديات يا جماعه ان شاء الله عرفنا بعيد اولادك اخوي طب ليش عم تضربني؟ لك شبك هاي بتتريق علي مش مشكله حبيبي حبيبي بس ما عجبني المبلغ الداخلي باخذهم كلهم لا رجعوا لا مشان الله اوكي خلينا نارين عماره اخذت ظرف يا جماعه معاي اوكي تاكله كاندي ولا كاتي؟ كاتي كاندي عندي كاندي اوكي كاندي في مارشميلو في كمان مارشميلو ياي ثانك يو هابي بيرثداي يلا ياي انا باخذ الشارع والشغل صدرة عماره من وين؟ عطارد هابي عيد ميري كريسمس كندولا اسمي اسمي تاني لو انتي صح هديكي عليكي شيماء لا كندولا كنبوطة هابي عيد هابي عيد خدوا شيرو كنبوطة انا بقول لك كنبوطة انا كنت اسمينه البنات مو شيرو قال ناخذ نخبي له عيديته صح وبكون كذابة إذا عم بكذب بوبو هابي عيد هابي عيد كيوتي عم بقول لك بكون كذابه اذا عم بكذب انا عندي ريفلكس قويه تعال تعال شو اسمه في سوارة على طول بيجي لنا سوارة
وخذوها. لا ما لا عندي يا. لا والله عندي اياها يا طابش. اوكي رح نفتح عيديتي وانا لا شوف مكتوب نارين عمارة كاندي كاتي مارشميلو عيد مبارك. لا تشوفوها لا تحسدوني. صلوا على النبي اول ما تشوف المبلغ. اول ما تشوف المبلغ صلوا على النبي. يعني شوي كترهم بيتر. 500 درهم. شو هالرفلكس اللي عندك بيتر؟ وي جيت 500. واو. انت ما شفت البيت الاصلي بدنا طوق مشان الحظ. اوكي اول عيدية اليوم 500. ايه حالك كمان صور عيدية. البسوا انتو لبس العيد مشان دق عيدكم. ايه البسوا لبس العيد. ثانك يو بيتر. ثانك يو بيتر. في لسه عيد كمان جاي. ها في عيدين. انت ما شفت البيت الاصلي. اوكي سو رامي مقلبني وقال لي هاي عيديتك. اوكي بفتحها مكتوب عيد مبارك tough year this year maybe next year. بيبي بعرف عنا مصاريف زواج ومصاريف بس عيد يعني سو انه ما في عيد السنه الجاي. قلت له حاول اكثر. قلت له حاولي تقدري حاولي. ف زاني ظرفي الثاني. فاحت ريحة البارود يا هلا وضرب الاسود. اوكي كتار بالاخضر. 1 2 3 4 5 6 7 I get $700. شوفوا 1 2 3 4 5 6 7 رح ارجع اتاكد بركي خربطت. 1 2 3 4 5 6 7 ثانك يو بيبي. بتعرفوا انه انا عندي كل عيديات رامي عاطيني اياهم بالسنه الماضيه وكلهم مخبيتهم. يعني معي هلا ثروه يمكن $5,000 معي. عيد مبارك ماي لاف. I love you.